بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الأعزاء إنما كنتم مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الحدث، أحداث جديدة في المشهد السوداني. نلقي الضوء اليوم على محاور هامة جدا، تكليف لوكلاء وزراء جدد من قبل رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك. أيضا دكتور عبد الله حمدوك يرهن استمراره في رئاسة مجلس الوزراء بدعم الفصائل السياسية والأحزاب السياسية للوزارة، أيضا قراءة في التعديلات الأخيرة في المناصب القيادية للقوات النظامية. مشاهدينا الأعزاء، للحديث حول محاور حلقتنا لهذه الليلة يسعدني ويشرفني يكون معي على الاستوديو الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد أبو زيد. مرحبا بك أستاذ محمد. مرحبا بك أستاذ عاصم، ومرحب بمشاهديك، ومرحب بضيفك الكريم أستاذ محمد عمر. نعم، أيضا مشاهدي الأعزاء، معي على الاستوديو المحلل السياسي الأستاذ محمد عمر. مرحبا بك أستاذ محمد. ألف مرحب بك، وتحية عبرك السادة المشاهدين وللأخ محمد أبو زيد. نعم، إذن مشاهدي الأعزاء، بعد توقيع الإعلان السياسي من قبل الدكتور عبد الله حمدوك والقائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، هذا الإعلان السياسي الذي وجد انقسام كبير حوله في الشارع السوداني ما بين مؤيد ورافض، أيضا كان هناك ترحيب دولي لهذا الاتفاق الإعلان السياسي. دكتور عبد الله حمدوك بدأ بمباشرة مهامه كرئيس للوزراء، لكن هناك العديد من العقبات تواجه رئيس الوزراء، صلاحيات كاملة يطلبها رئيس الوزراء لتنفيذ مهامه. بدأ فعليا ب بعض القرارات الهامة التي كان من أهم التعديلات في الوزارات بتعيين وكلاء وزراء للوزارات، وكذلك وأيضا في انتظار تكوين مجلس الوزراء الذي تأخر كثيرا. أيضا دكتور عبد الله حمدوك في حديث بالأمس رهن استمراره بضرورة دعم الأحزاب السياسية والفصائل السياسية لهذه الحكومة. بداية أستاذ محمد أبو زيد، أبدأ بك، تكليف وزراء جدد في هذا التوقيت تحديدا حتى قبل تكوين مجلس الوزراء، هذه الخطوة من دكتور عبد الله حمدوك. طيب، لك التحية مجددا أستاذ عاصم، ودعنا يعني نتحدث عن المهمات الكبيرة التي تنتظر الدكتور عبد الله حمدوك في مهمته الجديدة بعد توقيع الإعلان السياسي في 21 نوفمبر. أنا برأيي أن التحديات التي واجهها الدكتور عبد الله حمدوك هي تحديات كبيرة جدا. أولها يعني تحدي استقطاب الشارع الذي عبر عن من خلال مليونيات متعددة عن موقف واضح جدا برفضه لهذا الاتفاق. فهذا التحدي أولا. التحدي الثاني هو أغلب القوى السياسية التي كانت لها دور كبير وبارز في ثورة ديسمبر، وعلى رأسها قوى الحرية والتغيير، على رأسها تجمع المهنيين، على رأسها القوى المدنية، كل هذه القوى يعني تعبر أيضا عن موقف واضح ورافض لهذا الاتفاق. التحدي الثالث هو يتعلق بكيفية تقديم الدكتور عبد الله حمدوك لخارطة واضحة لكيفية تفكيك إجراءات ما بعد 25 أكتوبر، اللي هي الإجراءات التي قام بها السيد القائد العام للقوات المسلحة الفريق البرهان. فهذا تحدي كبير جدا. أنا أفتكر الدكتور عبد الله حمدوك الآن بهذه الخطوة، أنا أفتكر أنه هو يعني خط رجله في 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 مسألة تفكيك هذه الإجراءات، وهي إجراءات حقيقة كانت إجراءات استباقية وإجراءات بنيت على عدم أو فاقدة للشرعية بشكل كامل، لأنها تأسست على إجراءات ليس مخول للقائد العام للقوات المسلحة اتخاذها، وهي مفارقة للوثيقة الدستورية التي كانت تحكم الفترة الانتقالية. بالتالي عشان ما يعيد الدكتور عبد الله حمدوك البند الأول في هذا الإعلان السياسي اللي بيتحدث عن المرجعية للوثيقة الدستورية، مطالب بأن يفكك كل هذه الإجراءات، وهي إجراءات وقرارات متعددة جدا، من ضمنها التكليفات التي قام بها السيد البرهان فيما يتعلق بوكلاء الوزارات وبعض المؤسسات والإدارات العامة في كثير جدا من المؤسسات الحكومية، بالإضافة لإعفاء بعض السفراء، حتى يدخل في ذلك يعني تعيين المجلس السيادي نفسه
لأنه أيضا تم بناء على إجراءات فاقدة للشرعية، وبالتالي كل هذه الإجراءات يجب أن تخضع للمراجعة وأن تخضع لإعادة الاعتبار، حتى يعني يستطيع الدكتور عبد الله حمدوك أن يتقدم خطوة باتجاه يعني كسب صيغة الشارع وكسب صيغة القوى السياسية التي تحتاج إلى أن يبذل الدكتور عبد الله حمدوك مجهودا كبيرا جدا في كيفية الاستئناس برأيها، وكيفية حتى يعني معرفة رأيها، لأنه هو اتخذ خطوة أحادية من خلالها وقع اتفاق أحادي وسماه هو اتفاق إطاري، بمعنى أنه هذا الاتفاق الإطاري بيحتاج إلى قراءة وتفكيك للمفردات حتى يصبح اتفاق نهائي. أستاذ محمد عمر، لو تنقلت لك، يمكن في الفترة السابقة دكتور عبد الله حمدوك كان لديه حاضنة، هذه الحاضنة كانت بمثابة، إذا تحدثنا عن قول حرية وتغيير، كانت في يعني في 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 جانب التعيينات، كانت ترسل أسماء لدكتور عبد الله حمدوك يختار من خلالها. الآن يعني على أي معيار اعتمد دكتور عبد الله حمدوك في هذه التعيينات داخل الوزارات؟ هذه التعيينات التي تمت الآن لا أعتقد أن يصبح من المنطقي، ليس هنالك تحالف والحرية والتغيير قد انتهى، لأن هذا التحالف ما بعد أحداث 25 أكتوبر لم تظهر أشياء تؤكد أن هذا التحالف ما زال موجودا. التحالف الذي خرجت من فصائله منشقة وما زالت تسمي نفسها، هذه الفصائل تسمي نفسها بالحرية والتغيير المجلس المركزي والحرية والتغيير التوافق الوطني، هذا التحالف قد انتهى، لأن التحالف كانت قمة نتائجه السياسية التي وصل إليها كانت هي الوثيقة الدستورية، وبما أن الوثيقة الدستورية لم تعد بعد 25 أكتوبر موجودة بفعل الأحداث من القائد العام وتدخلاته، إذن والاتفاق السياسي نفسه كان اتفاقا ما بين عبد الله حمدوك كشخص وبين القائد العام للقوات المسلحة، يريد أن يستند إلى وثيقة قانونية هي وثيقة الوثيقة الدستورية الموقعة في 2019. الآن هذا يريد الوضع الجديد أن يستند إلى مسودة من التوافق يمكن أن يرجع إليها. نعم. طيب أستاذ محمد، يرجع إليها، بس أكمل النقطة، يرجع إليها من دون الأطراف الموقعة عليها، ولكن أن يصبح الشريك الذي حل محل الحرية والتغيير هو عبد الله حمدوك شخصيا بما اكتسبه من زخم في الشارع. إذن كل هذه التكليفات الآن والتغييرات التي تحدث في الحكومة أو التشكيل هي مسؤولية شخصية لعبد الله حمدوك، بما أنه قد غرر التوقيع على اتفاق سياسي مع المكون العسكري. لكن محمد أبو زيد، نقطة هامة جدا، أنت تحدثت أن هناك ليس هناك الآن قوى حرية والتغيير، قوى الحرية والتغيير الآن تصدر بيانات موجودة، كان هناك جزء كبير من قيادتها في المعتقل، الآن هي خارج المعتقل، يعني هي ليست حاضنة للحكومة الحالية، لكن هي موجودة وهي تعمل على الأرض وسط القواعد، وهناك عمل، هي ليست حاضنة لكن هناك تواجد. إذا كان حديثك عن الميثاق الوطني باعتبار أن هناك لم يكن مجموعة كبيرة داخل الحرية والتغيير، من هذا كلام آخر، لكن أنت تحدد الحرية والتغيير نفسها، الحرية والتغيير موجودة، الحرية والتغيير التي وقعت على الوثيقة الدستورية نفسها الآن ما قبل أحداث 25 أكتوبر حصل فيها انشقاقات عدة، آخرون كانوا موجودون في تحالفات، هم الموقعون على الوثيقة الدستورية أربعة، نداء السودان والإجماع الوطني والتجمع الاتحادي وتجمع المهنيين والقوى المدنية، خمسة. بدأت هذه القوة في التشظي من داخلها، مما يعني منطقيا لا يثبت أن الموجودون الآن هم قوى الحرية والتغيير. حتى عندما بدأت خطوات الإصلاح التي غادها مثلا في الأيام الأولى حزب الأمة بواسطة اللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغيير، هذه الخطوات بدأت في تفكيك الأجسام باعتبار أن نداء السودان نفسه قد تحول إلى أحزاب سياسية وقوة عسكرية اللي هي مثلتها قوة الجبهة الثورية. هذه الاختلافات هي التي أدت إلى المشهد 25 أكتوبر، لم يتم المبادرة إلى إصلاح هذا التحالف، ولم يتم طرح تحالف جديد لمقاومة الأوضاع أو الذهاب مع تيار التغييرات التي حدثت. إذن منطقيا هذا التحالف الذي كان موجودا والذي وقع على الوثيقة الدستورية لم يعد موجودا. نعم أستاذ محمد أبو زيد، تعليقك على هذه الجانب تحديدا لأنه جانب مهم جدا، إذا كانت قوى الحرية والتغيير كما
تحدث الأستاذ محمد عمر هي غير موجودة بشكل واقعي على أرض الواقع، مما يعني صعوبة التفاف القوى المدنية على مشروع موحد لمقاومة هذه الأوضاع. طبعا لا يمكن طبعا بأي حال من الأحوال أن نقول أن الحرية والتغيير غير موجودة. الحرية والتغيير موجودة، صحيح حصلت تطورات في بعض قواها سواء كان ككتل أو كأحزاب يعني أو كمكونات أحادية، حصل هنالك فرز كبير جدا في داخل هذه القوة. استطاعت هذه القوة لاحقا بالإعلان السياسي في 8 سبتمبر حقيقة أن تعيد صياغة تكوين الحرية والتغيير، هذا التحالف الكبير بأفق جديد، دخل بموجب حزب الأمة الذي جمد كان عضويته في الحرية والتغيير، ودخلت الجبهة الثورية، ودخلت أيضا القوى المدنية وتجمع المهنيين الطرف الأساسي في التجمع، ولأنه حدث في التجمع أيضا انشقاق، بالإضافة إلى القوى المدنية، بالإضافة إلى أحزاب كانت موجودة وتكوينات كانت موجودة أصلا سابقا في قوى الحرية والتغيير. فإذا يعني الشد والجذب أو الفرز الذي حصل داخل الحرية والتغيير لا نستطيع بأي شكل من الأشكال أن نسميه يعني حالة انقسام، لأنه المكونات التي اختارت موقع فيما يسمى بمساق التوافق الوطني، يعني إذا جينا مسكناها واحدة واحدة، يعني العدل والمساواة لم تكن أصلا إلا في السابق عندما كانت جزء من حركة، جزء من تحالف نداء السودان، وبعد ذلك عندما خرجت وفاوضت كجبهة ثورية ضمن الجبهة الثورية أصبحت هي كتلة منفصلة، وجاءت شاركت بموجب اتفاق السلام المعروف. كذلك حركة تحرير السودان مناوي أيضا ينطبق عليها نفس الوصف، بالإضافة إلى بعض المكونات التي كانت جزء من نداء السودان كحزب البعث السوداني، و أيضا التحالف، نعم التحالف قيادة عسكري كان متواجد ضمن جبن كتلة هو داخل الحركة بالزبط الشعبية، كان عسكري وأردوغان كانوا ضمن الحركة الشعبية، قدموا استغالاتهم تم فصلهم، دي مسألة تخص الحركة الشعبية. بعد ذلك هم كونوا مكون جديد لم يكن جزء من الحرية والتغيير. فهذه القوة يعني لو جيت فككتها واحد واحد يعني لا نستطيع أن نقول إنها انقسمت من الحرية والتغيير. صحيح إنها قوة كان لها دور وجزء كبير جدا منها شارك في الثورة وإلى آخره، لا ننكر ذلك، لكن شاركت عبر مكونات الآن هي أصبحت خارج هذه المكونات. فبالتالي الحرية والتغيير كجسم أساسي ومشارك في آخر حكومة التي حلاها القائد العام كانت موجودة، يعني من خلال تمثيلها في مجلس الوزراء، من خلال تمثيلها في المجلس السيادي، من خلال تمثيلها في الحكومة بشكل لكن عام. لكن هل هناك نوع من ضخ الدماء جديدة في الحرية والتغيير؟ خلينا نتحدث عن ميثاق جديد يواكب المرحلة، التفاف حول اتفاق جديد، باعتبار أنه عديد من الموجودين في الحرية والتغيير الآن هم خارج الحرية والتغيير، إضافة إلى أن هناك مجموعات ذهبت والتقت بالدكتور عبد الله حمدوك بشكل فردي داخل المجلس المركزي. نعم ما في اثنين ثلاثة، الكلام ده الحرية والتغيير قالته بشكل واضح عبر بيانات وعبر تصريحات صحفية لا نريد أن نرجع إليها وسبقا قلناها في هذا المنبر. لكن يعني الحرية والتغيير كمكون وكان جزء من الـ من الـ من الـ من الوثيقة الدستورية وشريك أساسي فيها وشريك أساسي في المرحلة السابقة هي ما زالت موجودة. الآن صحيح احنا محتاجين لإعادة صياغة لمش الحرية والتغيير، إعادة صياغة لتحالف أكبر حتى من 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 التحالف السابق الذي كان يقود المرحلة، لأنه أصبحت هنالك مهام جديدة. ما بعد 25 أكتوبر تعطلت الوثيقة الدستورية بموجب هذه الإجراءات، أصبح تحالف قوى الحرية والتغيير نفسه مطالب بإجابات على ثم ماذا ما بعد 25 أكتوبر. نعم بعد هذه البليون يمكن نجيها يمكن نعم. في مداخلة أخرى أستاذ محمد عمر، يعني يمكن نلاحظ الآن هناك تأخير في إعلان التشكيل الوزاري، أيضا كان هناك من 25 أكتوبر كان هناك حديث عن الذهاب في التكوينات، تم تكوين المجلس السيادي قبل عودة الدكتور عبد الله حمدوك، الآن عبد الله حمدوك أيضا مطالب أنه يكون وزارته، هناك تأخير في هذا الجانب، لماذا هذا التأخير في رأيك؟ هذا التأخير يخرج من شخصية عبد الله حمدوك نفسه، شخصية عبد الله حمدوك بعيدة جدا عن التدافع الحزبي اليومي الذي حدث طوال 30 عاما السابقة، لذلك ليست لديه القدرة على الحركة في ميدان خلق التوازنات. المؤسف أن عبد الله حمدوك نفسه كان قد صرح بأنه لا يريد حاضنة سياسية ولا يحتاجها،
هذه عدم معرفة وقلة خبرة بالعمل والأداء السياسي في المسرح السوداني بالتأكيد. هذا لا يمكن أن يصدر عن سياسي صغير في المراتب الحزبية. لماذا؟ لأنك لا يمكن أن يعني تدي الشارع ظهرك يعني وبكل وجاهة بتقول أنا ما محتاج ليكم عشان ما أقدر أسير السنة ونص دي، في حين أنه أنت إذا محتاج. وهو ده عدم حساسية منه تجاه التعامل مع الواقع. ليه؟ لأنه هو نفسه ما عنده دراية زي ما قلت. ده السبب اللي خليه يتأخر كثير في أنه يعلن حكومته. ليه؟ لأنه ما عنده معرفة بأنه منو اللي حيقدر يسد المكان ده. القصة بتاع التكنوقراط أو نجيب زول متخصص، وهذا كان دور الحرية والتغيير أعتقد صحيح؟ في السابق. أيوة، هو كانت ترشح له 3 مرشحين. نعم. وهو له كامل الحرية في اختيار واحد من الثلاثة مرشحين. وله الحق في استبعاد المرشحين الثلاثة وترشيح شخص هو وتسنيه الحرية والتغيير. هو كان يعمل بحرية كاملة، لكن بعض الضغوطات التي كانت تمارس عليه هي ليست سبب في تأخيره الآن. نعم. ولكن عدم معرفته بالمسرح السياسي الموجود الآن. نعم. لا يخليه في براح ولا يعطيه مساحات للتعامل. بعدين في حاجة، قصة إنه الوزير يكون ما سياسي، هو وزير ما يكون سياسي كيف؟ إذا كان هو عايز يشتغل في حقل السياسة اليومي مقابل خطط استراتيجية بعيدة المدى، دي بتكون موجودة على مجال الاستشارات، مجالس الاستشارات والسياسات العليا للدولة. لكن الخطط التنفيذية اليومية، كيف إنك أنت كوزير تتراجع عن قرار محدد؟ مثلا رفض الشارع، بتقرأ رفض الشارع كيف؟ قبول الشارع، تأثيرات القرارات دي على فئات مجتمعية محددة، ده شغل السياسة. وحساسية السياسة بتجي هنا بتخليه إنه هو أفضل من إنك تجيب لك زول جاي من حقل المعرفة، كان أستاذ جامعي ولا كان متخصص في منظمة دولية عنده علاقة بالبحوث وعنده علاقة بالكيه. العلم نفسه فقط لا يعمل في مجال السياسة، ولكن السياسة هي علم ومعرفة وخبرة في إدارة شأن الناس. نعم أستاذ محمود أبو زيد، نفس الإطار إعلان التشكيل الوزاري، من جانب آخر هناك حديث عن أن الشارع السوداني الآن يعني يمكن بعد 21 التوقيع على الإعلان السياسي 21 نوفمبر كان هناك نوع من الإحباط بمشاركة الدكتور عبد الله حمدوك، لكن من جانب آخر العديد من إذا تحدثنا عن تكنوقراط كفاءات مناط بهم المشاركة في هذه الحكومة، هناك تردد من قبلهم للمشاركة في الوزارة نتيجة ما يحدث في الشارع السوداني وتخوف من الفشل وإنه الشارع لن يقبل. بالتأكيد طبعا، ابتداء خلينا يعني نرجع لمسألة يعني الإجراءات الانقلاب نفسها التي حاولت في قبل قبول الدكتور عبد الله حمدوك وتوقيعه للاتفاق بين الفترة من 25 أكتوبر نعم حتى 21 نوفمبر. نعم، شهدت أيضا يعني حركة واسعة جدا من قبل القوى اللي نفذت الانقلاب في البحث عن رئيس وزراء بديل، وفشلت في كل الشخصيات التي حاولت الاتصال بها لأنها يعني كلها رفضت التعامل مع الانقلاب في ظل الرفض الشعبي الواسع للانقلاب وأبدت تخوفها. وضمن ذلك ممكن يعني نقول شخصيات كثيرة جدا في هذا الجانب. فقبول الدكتور عبد الله حمدوك بأن يعود إلى رئاسة مجلس الوزراء يعني أيضا تواجه بنفس السبب الذي جعل الكثيرين يتخوفون من الاعتلاء منصب رئيس الوزراء في ظل الحكومة أو في ظل إجراءات انقلابية واضحة المعنى والمبنى، هي أيضا تواجه السيد الدكتور عبد الله حمدوك في اختيار وزرائه، وأيضا يواجه الدكتور عبد الله حمدوك في مسألة الاختيار التدخلات التي يمكن أن تتم من قبل القوى الانقلابية نفسها. لاحظنا التصريح الذي ذكره السيد حميدتي بشكل واضح جدا، إنه قال على السيد عبد الله حمدوك إذا ما أراد أن يكون مجلس الوزراء عليه الرجوع إلى القبائل، يعني لكما أن يعني مجلس الوزراء هو تمثيل للتكوين القبلي في السودان، وهذا حقيقة يعني حاجة ترجع الناس يعني قرون للوراء. فبالتأكيد وقال بصريح العبارة إنه الدكتور عبد الله حمدوك إذا ما قدم أو إذا ما اتصل بهذه الجهات وعين أي مجلس وزراء سوف يقابل بالرفض.
هذه أول التحديات. ثم ثانيا التحدي المتعلق بأنك أنت يعني أخذت موقف ومسافة من كل القوى السياسية، خلينا نقول بشكل عام كل القوى السياسية، أنت أخذت موقف صريح جدا منها، صرحت للفاينانشال تايمز بأنه والله مرحلة الحرية والتغيير كانت هي مرحلة بتاعت فوضى، بينما كانت الأسس الاختيار والمعايير التي يتم بها الاختيار كانت بتعتمد على الحاضنة السياسية التي كانت لديها لجنة للترشيحات للوزراء تقدمها للسيد عبد الله حمدوك بناء على معايير متعلقة بالكفاءة، متعلقة بسي في لكل وزير لكل شخصية مرشحة، وتقدم لستة للسيد رئيس الوزراء يختار منها يعني بناء على أسس ومعايير براعي فيها النوع، براعي فيها الإطار الجغرافي، براعي فيها أشياء كثيرة جدا. الآن دي أصبحت غير مفقودة، أصبح الاختيار هو في يد شخص واحد مواجه بجهة يمكن أن تؤثر في هذا الاختيار اللي هي خلينا نسميه مجلس السيادة إذا لم نقل رئيس مجلس السيادة، مجلس السيادة الجديد بمجمل تكوينه. فتدخل يعني واضح جدا أنه حيتم، وده أنا في تقديري هو السبب الأساسي اللي ممكن يكون مؤجل هذه الاختيارات، لأنه حقيقة الوضع معقد جدا في يعني كيفية اختيار يلبي يعني رضا الشارع على الأقل، وفي نفس الوقت يعني ما يحدث أي إشكالات سياسية. لاحظنا التكليف الذي أول قرار الذي اتخذه الدكتور عبد الله حمدوك بتكليف وكلاء وزارات، الآن في إطار الرد الفعل يعني أصبح واضح جدا هنالك قوة شنت هجوم كبير جدا وحاولت أن تخلق تصنيفات حتى لوكلاء الوزارات. نعم 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 في أيوة في في إطار تسميم الجو السياسي بشكل عام وعرقلت جهود ومساعي. نعم هذه الشائعات هي أكثر ما تضر بالمشهد السياسي السوداني. مشاهدينا الأعزاء من جانب آخر أيضا في تصريح بالأمس لرئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك أكد على أو رهن وجوده في الوزارة في رئاسة مجلس الوزراء بضرورة دعم القوى المدنية والسياسية، مستصحبا دورها الكبير في عملية التوازن السياسي للمشهد. حول هذا التصريح دعونا نذهب لهذا التقرير ثم نعود لاحقا. مشاهدينا الأعزاء مرحبا بكم مرة أخرى ومرحبا بضيوفي على الاستوديو. إذن كما تحدث الدكتور عبد الله حمدوك بعد توقيع الإعلان السياسي أنه ستكون لديه كافة الصلاحيات لممارسة مهامه في رئاسة مجلس الوزراء. أيضا كان من ضمن الشروط إطلاق سراح المعتقلين الذي تم إطلاق سراحهم. هناك بعض الإصلاحات، لكن الشارع السوداني لديه رأي آخر فيما يحدث، وهو ظل دائما يطالب بالتحول المدني الكامل. أستاذ محمد عمر في هذا الإطار كيف تقرأ رهن الدكتور عبد الله حمدوك استمراره بضرورة دعم القوى السياسية؟ ده جزء من عدم الحساسية السياسية. السياسي لا يمكنه أن يتخذ الرأي وضده في فترة لا تتجاوز 10 أيام، لأنه لديه ذخيرة وافرة من المواقف والأبجديات العملية التي يمكن أن يستند إليها في اتخاذ أي قرار. لأن السياسي يعمل على مزاوجة المصالح، أين يمكن أن يجد مصلحة هذا القرار وما هي العواقب التي يمكن أن تحدث إذا لم يتم اتخاذه لهذا القرار في هذا التوقيت. عبد الله حمدوك وقع اتفاقا سياسيا مع المكون العسكري ألغى بموجبه كالوثيقة الدستورية والتحالف مع قوى الحرية والتغيير، وزي ما بيسموا تصفير العداد ببداية من 25 أكتوبر. إذن ما الذي أجبرك في ذلك الوقت على عدم تقديمك استقالتك أو عدم توقيعك لهذا الاتفاق؟ توقع اتفاق وبعد 10 يوم تجي تقول إذا ما لقيت أن الناس دعموني وهو القوة السياسية اللي أنت جيت وقعت اتفاق هو ألغى وجودها السياسي بالكامل من المشهد، وتجي تقول ادعموني؟ يدعموك لشنو يعني؟ ببساطة أنت أصلا اتفاقك كان هو إلغاء لدورهم في 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 لدورهم السياسي في الفترة الانتقالية، وتريد يعني جبر خواطر كده إنه يدعموك في الفترة الانتقالية. هنا تكمن عدم الحساسية السياسية لدكتور عبد الله حمدوك. أستاذ محمد الأمين أبو زيد، يعني تلويح دكتور عبد الله حمدوك بالاستقالة، من المؤكد هناك رسالة مهمة يريد أن يبعثها للقوى السياسية باعتبار أنه
يعني أنا كرئيس لمجلس الوزراء بدون العمل سويا لن أستطيع التقدم. زي ما ذكر الأخ محمد، حقيقة هو ما في أي يعني جهة أو سواء كانت انقلاب سواء كانت أي جهة تستطيع أن تحكم دولة بدون قاعدة سياسية، هذا كلام معروف ومفهوم. يعني حتى الانقلابات العسكرية التي حدثت في السودان كانت تقوم على قاعدة سياسية بغض النظر عن طبيعة هذه القاعدة السياسية أو اختلاف الناس حولها. فما في سلطة بأي حال من الأحوال، سواء كانت سلطة انتقالية أو سلطة يعني انتخابية، بتقوم يعني مزروعة في الهواء بدون علقة بالتأييد السياسي والتأييد الجماهيري. فللأسف الشديد هذا ما افتقده الدكتور عبد الله حمدوك، وهذا ما افتقده أيضا اتفاقه المعلن، لأنه الاتفاق تم ما بين شخصين هم الدكتور عبد الله حمدوك بصفته رئيس الوزراء السابق وما بين السيد القائد العام للقوات المسلحة يعني. فبالتالي هذا الاتفاق جرد القوى السياسية من كل إمكانية لدعمه، لأن الاتفاق نفسه بني على شنو؟ تأسس الاتفاق على قرارات القائد العام كما قالت مقدمته. فقرارات القائد العام التي بموجبها يعني لغى دور القوى السياسية ولغى الشراكة ولغى الوثيقة الدستورية ولغى المواد حتى المتعلقة بشراكة قوى الحرية التغيير في داخل الوثيقة الدستورية. فبالتالي أصبح هذا الاتفاق فاقد لسند الجماهير منذ لحظة توقيعه. من ناحية ثانية أيضا الدكتور عبد الله حمدوك عندما تقدم للتوقيع على هذا الاتفاق لم يستشير القوى السياسية حاضنته، ولم يستشير حاضنته الأساسية، ولم يوسع دائرة يعني أو يعطي نفسه فرصة لتوسيع دائرة المشاورات حول تنفيذ هذا الاتفاق. فرض عليه اللقاء بشخصيات وكيانات محددة هي التي كانت تتعاطى معه، مع مبادرات محددة دمجت كلها مع بعض، لكن هذه المبادرات للأسف الشديد يعني الآن تواجه بمعطيات أساسية لا بد أن يقراها الدكتور عبد الله حمدوك بشكل واضح جدا. الآن وحدة الشارع أصبحت أكثر قوة من ما مضى، الآن هناك استمرار في من جانب سلطة الانقلاب وقلوها في مواجهة الشارع. آخر مليونية 30 نوفمبر حصل فيها، صحيح لم يحدث فيها أي وفيات لكن أو استشهاد، لكن حصل فيها أيضا غمع وتجاوز لدور الشرطة في هذا الجانب. كذلك يعني المليونيات وبالذات 30 نوفمبر أكدت على التصميم والإصرار من قبل جماهير الشعب ومن قبل قواه المدنية والسياسية على مواصلة مواجهة هذا الانقلاب. انطلقت المظاهرات في 65 مدينة سودانية، إلى الآن قدمت 42 شهيد، إلى الآن قدمت ما لا يقل عن 90 جريح، بما يؤكد أن هذه المظاهرات ستستمر وهذه المواجهة ستستمر. دعم وإسناد أيضا القوى الانقلاب للفلول ومحاولة إعادة تعيينهم في مراكز مهمة كما حدث في المرحلة السابقة بيؤكد على أن هذا الانقلاب يعني يحاول أن يستبدل يعني قاعدة أو حاضنة الثورة الأساسية في قوى الحرية التغيير وغيرها من القوى الثورية بحاضنة جديدة والتمكين لمرحلة جديدة. ده تحدي أساسي لا بد أن يقراه الدكتور عبد الله حمدوك. كذلك الاستعداد النضالي للمرحلة القادمة والحديث حاليا عن كيفية بناء تحالف واسع جدا لمواجهة مطلوبات المرحلة القادمة أيضا هو من الأشياء الأساسية التي تحتم على الدكتور عبد الله حمدوك الإجابة عليها. بالتالي الحديث عن إنه هو يعني غير راغب في الاستمرار بدون دعم القوى السياسية، أنا أعتقد إنه دي يعني خطوة يعني سبق التوقيع على الإعلان. نعم أستاذ محمد عمر، لو تنقلت لك يمكن في يونيو 2019 كان هناك خلاف كبير في الشارع السوداني حول مشاركة القوى المدنية السياسية في السودان عبر اتفاق الوثيقة الدستورية، ولكن حقنا للدماء ولعديد من المعطيات ذهب الجميع لهذه الوثيقة. الآن المشهد يكاد يكون يتكرر إما بشكل مختلف أو من زاوية أخرى، لكن ألا تعتقد أن هذا التصريح الذي صرح به دكتور عبد الله حمدوك هو مدخل لحوار سياسي جديد مع القوى السياسية، خصوصا أن بعض القوى السياسية هناك بعض الأصوات تنادي بضرورة أن تكون هناك، أن نستمع لهذا الإعلان السياسي، أن نبدي رأينا في الإعلان السياسي، أن نذهب للحوار حول هذا الإعلان السياسي. حزب الأمة القومي تحديدا أحد أكبر الأحزاب السودانية، رئيس الحزب فضل الله بورما ناصر الآن هو يعني يمكن يطالب بضرورة دعم الإعلان السياسي، وموقفه عكس موقف مؤسسات الحزب. لابد نرجع نشوف التحالف بتاع الحرية والتغيير نفسه. نعم. ها
هل هو كان تحالف له القدرة على الاستمرار بعد أقل من 3-4 شهور من تكوين الحكومة الأولى؟ بدأت بوادر الاستئثار بالسلطة، بدأت بوادر تشفي من الـ من الـ الناس اللي صراعات سياسية، دعنا نسميها صراعات سياسية. تمام، هذه البوادر ساعدت في إنه يبقى التحالف ده قابل للاستمرار فيه. قبل ما نمشي يعني كثير، الصراعات السياسية هي يعني موجودة داخل أي عمل سياسي. ضرورة وجود هناك تباينات. هذا في إطار هذا إذا كنت أنت تمثل رأس الشرعية أو أتيت بانتخابات. يعني مثلا إذا كنت تمتلك شرعية دستورية يمكنك أن تمارس الخلاف السياسي الاختلاف السياسي إلى أقصى مداه عبر الآليات الديمقراطية المعروفة. هذه مرحلة توافقية. لكن ما حدث الآن، حتى قوى الحرية والتغيير بهذا التحالف العريض كانت عندها مشكلة بتاعت شرعية التمثيل. هي ليست ممثلة من قبل الشارع، نعم هي تمثل طموحات الشارع السوداني في الحصول على تحول ديمقراطي. هذه هي النقطة الوحيدة التي يكاد يتفق حولها كل هذا التحالف. الآن إذا أراد عبد الله حمدوك واتفاقه الإطاري هذا الاستمرار، يجب أن يدفع في إجراءات تكفل أن كل هذه الأوضاع ستؤدي إلى تحول ديمقراطي شامل. غير ذلك من تكوين حكومة وغيرها من إجراءات لا يمكنه أن يجدي الآن. الآن تبقى من انتهاء الفترة الديمقراطية أقل من 18 الفترة الانتقالية أقل من 18 شهر. هذه الإجراءات هذه المدة لا غير كفيلة بأنها تدي متاح للأفعال التي يمكن أن تؤدي إلى تحول ديمقراطي. الممارسات التي تتم من القوى التي تحمل السلاح، إذا كان من حركات مسلحة أو من القوات النظامية، وتدخلاتها في السياسة اليومية. الآن عندك تصريحين لرئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة مما جير القوات المسلحة لتصبح حزب سياسي، وتصريحات الناطق الإعلامي باسم سيد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية يصرح تصريحات هي من صميم عمل السياسة وليس من صميم عمل القوات المسلحة. مثل هذه الإجراءات من التصريحات والأفعال السياسية التي تمارس من أطراف ليست من مسؤوليتها هذا الدخول إلى هذا المعترك، هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى غياب التحول الديمقراطي إلى حين. عبد الله حمدوك إذا أراد أن يثبت للشارع السوداني أي قدرة على الفعل، عليه أن يبدأ بهذه الإجراءات، عليه أن يحيد القوة التي تعمل لدى الشعب السوداني من قوات نظامية، عليه تحييدها من الملعب السياسي وكف يدها عن العبث بهذا الملعب. هذه أولا. اثنين، نجل المواقف التي يبادر بها السيد رئيس حزب الأمة. هذه طبيعة عمل السياسي في أحلق الظروف. يمكن للسياسي أن يفتح ثغرات في المشهد لكي يأتي بالسلام والأمان، ده إذا كان سياسيا وطنيا طبعا، لكي يؤدي إلى حقن الدماء أو غيره. إذا قدر الله وجهوده يعني أصابها النجاح خير، وإذا لم يصبها النجاح يرجع إلى قاعدته السياسية ليتشاور معها حول ما يمكن أن أو ما حصل عليه من فرص من الطرف الآخر. لا يمكن لسياسي بأي حال من الأحوال أن يرفع شعار مثل هذه الشعارات الموجودة في الشارع، لا مساومة أو لا حوار ولا تفاوض ولا شراكة. هذه يعني هذه الشعارات العدمية ليست من صميم عمل السياسي، لكنها من صميم عمل الشارع، لأن الشارع نفسه مطالب بالحقيقة الصارمة البيضاء، لكن السياسي يرى الرمادي ويرى الأبيض ويرى الأسود، وبقدرته على الفعل في العمل السياسي لديه القدرة في خلق التوازنات وقراية ما هي المخاطر المحتملة لكل خيار سياسي هو بيبتدره أو يقدمه في التفاوض مع الطرف الآخر. نعم أستاذ محمد الأمين أبو زيد، نفس الإطار المدخل للحوار السياسي، هل تعتقد أن تصريح دكتور عبد الله حمدوك بضرورة تواجد القوى السياسية هو مدخل لحوار سياسي؟ وذكرت في مداخلتك السابقة أنه عبد الله حمدوك لا يجد الآن قاعدة سياسية أو دعنا نسميها حاضنة سياسية، مع أنه مجموعة الميثاق الوطني التي كانت داعمة لإجراءات 25 من أكتوبر هي موجودة الآن، تعتبر موجودة في السلطة وبإمكانها أن تمثل حاضنة بغض النظر حول اتفاقنا واختلافنا عن قبول الشارع لها أم غير ذلك. أيضا موقف الأول أصوات الخارجة من الأحزاب حول ضرورة رؤية الإعلان السياسي بحكمة. طيب دعنا نتكلم بنفس المنطق الذي تحدث فيه الدكتور عبد الله حمدوك نفسه، وهو الذي دعاه إلى توقيع الإعلان السياسي
أو الاتفاق الإطاري كما سماه هو أيا كانت المسميات. نعم. دكتور عبد الله حمدوك، من أول الأسباب الأساسية التي قال بها مبرراته لتوقيع هذا الإعلان مسألة حقن الدماء. ودعنا نرجع إلى الوراء، ماذا حدث بعد فض الاعتصام؟ ماذا حدث بعد 30 يونيو 2019؟ كان الشارع ضاغط باتجاه رفض التحاور ورفض الحوار حتى مع ما سميت باللجنة الأمنية للنظام السابق اللي هي المكون العسكري الحالي الآن، تحت ضغط داخلي وخارجي ممثل في الوساطة الإقليمية والدولية، وتحت ضغوط أيضا متعلقة بكثير جدا من القوى اللي كانت في الشارع، بالإضافة إلى توازن القوى اللي كان موجود والمتاح في ذلك الوقت، تم توقيع الوثيقة الدستورية وتوقيع الوثيقة السياسية، وأيضا بنفس المنطقة اللي هو حقن الدماء والانتقال إلى مرحلة جديدة وأسست على ضوئها الشراكة بغض النظر عن رأي البعض فيها في ذلك الوقت، لكنها كانت في ذلك الوقت حظيت بقبول يعني شعبي وسياسي كبير. فهذا المنطق للأسف الشديد لم يتقدم، يعني كان المأمول أن إذا ما تم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في الوثيقة الدستورية وجداولها الزمنية المتعلقة بتسليم السلطة للمدنيين بعد نهاية فترة رئاسة المكون العسكري للمجلس السيادي، وأيضا تنفيذ أهداف الوثيقة الدستورية أو أهداف الثورة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، لكن للأسف الشديد شهدت هذه المرحلة الكثير جدا من يعني المعوقات التي يلعب فيها المكون العسكري دور أساسي وكبير جدا، لا نعفي المكون المدني، قوى الحرية والتغيير أيضا كانت لديها أخطاءها التي ساهمت أيضا في هذه الفترة، ولكن كان المأمول أنه يعني بنهاية رئاسة المجلس المكون العسكري للمجلس السيادي أن يحصل توازن قوى جديد بموجبه يعني تؤول السلطة المدنية في شقيها التنفيذي والسيادي كلها للمدنيين، وبالتالي هذا التغيير في موازين القوى كان من شأنه أن ينقل الثورة وتحقيق أهدافها إلى مرحلة جديدة، لكن للأسف الشديد الحصل هو فرملة هذا الاتجاه، وبالتالي عادة الناس لنفس المربع الأول. إذن كيف نتحدث عن حقن الدماء وتجريب المجرب الذي بموجبه استمرت شراكة لمدة سنتين؟ يعني لكأنما نعيد نفس الأخطاء من جديد. نعم. أستاذ محمد عمر، دعني في نفس الجانب اللي ذكره أستاذ محمد أبو زيد، اللي هو يعني يمكن بعد سنتين من الوثيقة الدستورية، وبعد يعني حتى كان في كلام كثير حول الوثيقة الدستورية، الآن يكاد يكون في المشهد أن هناك أن هذه الوثيقة الدستورية لم تلبي طموحات كثيرين، لا تعبر عن فترة انتقالية ممكن تقودنا بسلاسة. هل الوثيقة الدستورية يعني فشلت في انه الشعب السوداني يخرج من هذه الفترة بفترة ديمقراطية كاملة فيها تحول مدني؟ التفاوض الذي سار في ذلك الوقت الذي انبثقت عنه الوثيقة الدستورية كان تفاوض غالب ومغلوب، لم يكن تفاوض حول القضية الوطنية الأساسية وقضية التحول الديمقراطي، لذلك ما حدث في 25 أكتوبر هو تخوف طرف من الموقعين على الوثيقة الدستورية من أن استمرار تنفيذ هذه الوثيقة الدستورية يشكل مخاطر عليه. لا يمكن في القضايا الوطنية أن يتم التفاوض وفق هذا المنهج، التفاوض يتم على أساس ماذا نريد كغايات عليا، ماذا نريد وكيف يمكننا أن نحقق هذه الغايات. للأسف كانت قوى الحرية والتغيير التي كانت مفوضة كتفويض جماهيري من قبل الشارع السوداني لم تراعي هذه النقطة، فقامت بالأول بالاستئصار في السلطة وعدم قدرتها في نفسها بإدارة حوارات مع القوى التي لم تكن جزءا منها من أجل تقوية هذا التحالف، ومن أجل بعدين يعني طمأنت الخائفون من هذه الوثيقة التي جاءت الوثيقة الدستورية كعقوبة لهم. مثل هذا الواقع هو الذي أفضى إلى 25 أكتوبر. نعم أستاذ محمد أبو زيد، يمكن الوقت بيضايقنا، لكن في جانب مهم جدا، التعديلات الأخيرة في المناصب القيادية تحديدا في القوات النظامية، كان هناك العديد من
يعني إعفاءات وتعيينات جديدة. ظهرت هناك بعض الأسماء تتبع لي يعني معروفة كانت تتبع للنظام المباد. هناك حديث الآن في الشارع السوداني عن عودة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم بمستوى صف ثاني، مستوى صف ثالث، بأي شكل من الأشكال. في دقيقتين لأنه الوقت ضيق. طيب، إذا حقيقة يعني دارين نتحدث عن هذه التعديلات وصعود بعض أتباع النظام البائد للسلطة، ده بأكد حقائق أساسية جدا كانت تطرح في الشارع، اللي هو إنه اللجنة الأمنية هي امتداد لنظام البشير أو للنظام السابق. ده نمرة واحد، وهذا تأكيد لهذه الحقيقة. الجانب الآخر اللي هو المتعلق بإنه النقطة الجوهرية التي تقيب عن تفكير كثير جدا من القوى السياسية والقوى المدنية وحتى يعني جمهور عريض جدا من الناس، اللي هو إنه المدخل الحقيقي في ظل نظام يعني استمر لمدة 30 عاما بني على التمكين السياسي وعلى النظرة الأيديولوجية والأمنية لإدارة الدولة، لا يمكن بأي حال أن يتأسس على أنقاضه نظام ديمقراطي ما لم ينفذ إلى مسألة تفكيك هذا النظام وتفكيك البنية الاستبدادية لهذا النظام والبنية الاقتصادية والسياسية والقانونية لهذا النظام. فلذلك كانت مسألة التأكيد على تفكيك النظام السابق كنقطة جوهرية أو كهدف جوهري للولوج إلى مسألة التحول المدني الديمقراطي. وبدون هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نحلم بتحول ديمقراطي حقيقي، لأنه ستظل هذه القوى وهي يعني تحتل مواقع مهمة جداً في بنية الدولة وفي قدرات الاقتصادية والسياسية أن تعرقل فرملة هذا التطور الديمقراطي في المستقبل. أستاذ محمد عمر، كلمة أخيرة بخصوص التعيينات في المناصب القيادية، وهل هناك فعلا وجود للإخوان المسلمين أو النظام الإنقاذ الجبهة الإسلامية عناصره كوادره، هل هي ممكن تعود للمشهد مرة أخرى؟ العودة إلى المشهد قد يكون كان العاصم لها هو وجود القوى السياسية المناوية لتنظيم الإخوان المسلمين، كان هو عاصما عن تسرب مثل هذه القيادات بالآلية التي اتخذتها قوى الحرية والتغيير في ذلك الوقت من اختبار وفحص أمني وعلاقات سابقة مع النظام وغيره مثل هذه الإجراءات. أما الآن وقد انفضت قوى الحرية والتغيير والتحالف المعارض بالكامل على السيد رئيس الوزراء، يبدو أن السيد رئيس الوزراء قد لا يعني ليست لديه كنانة لكي يمحصها ويأتي بأقواها، فإنما سيأخذ من الأرض ويعبي مجلس الوزراء. نعم، أستاذ محمد عمر شكرا لك كثير، كنت ضيف معنا اليوم. أيضا الشكر يمتد للصحفي الأستاذ محمد الأمين أبو زيد. إذن مشاهدينا الأعزاء، يمكن نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة، تحدثنا حول محاور هامة جدا في المشهد السوداني. دكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء كلف وكلاء وزارات جدد، أيضا دكتور عبد الله حمدوك رهن استمراره في رئاسة مجلس الوزراء بضرورة وجود دعم من الفصائل السياسية والقوى المدنية. أيضا هناك تعديلات في المناصب القيادية للقوات النظامية، حاولنا نستطلع حول هذه التعديلات. بهكذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة، نلتقي بإذن الله في حلقة قادمة من برنامجكم مع الحدث. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.